Determine the structure stiffness matrix K for each member of the frame. Assume 3 is bent and 1 is fixed. Take E, I, A for each member. مدينا القيم. المنبر الأولاني أفقي فاللمدة X على طول بواحد واللمدة Y بصفر. ونحسب القيم اللي هنستخدمها في الترمز الـ A, E على L هنستخدمها في السطر الأول والرابع. 12 اي اي على ال تكعيب و6 اي اي على ال تربيع وال4 اي اي على ال ونصها اللي هي 2 اي اي على ال. القيم دي كلها نحتاجها في الترمز اللي هتكون الماتريكس. ال كي 1 هتطلع طبعا القيم اللي جوه كل ترم موجود، يعني ده اي ال على اي اي على ال، بس طبعا مضروب زي ما احنا عارفين في تي، او نقول القيم على بعض جاهزة في المتريكس اللي هي دي اللي هي اي على ال في لمدة اكس تربيع زائد 12 اي اي على ال تكعيب في لمدة واي تربيع. لمدة واي بصفر فده راح هتبقى لنا، ولمدة اكس بواحد فاي اي على ال اللي هيكون في أول ترم وهكذا. طبعا دي بقى عندك موجودة في الشيت مش محتاج تحفظها فما تقلقش منها يعني، ولا تحفظها ولا تبرشمها. دلوقتي احنا في 16-1 16-3 قلنا خلاص اللمدة اكس بواحد واللمدة واي بصفر. الرأس طبعا هيكون اللمدة لو محور اكس على حسب انت واخده فين، ممكن يكون صفر وواحد او صفر وماينس واحد. في الغالب هناخد محور اكس هنا ومحور واي هنا، فيكون صفر ده بالنسبة لده صفر وماينس واحد للنازل اللي تحت. طيب خلصنا المنبر الاولاني، قلنا جبنا قيمه وحطناهم في المتريكس بتاعه. بالنسبة لاتنين صفر وواحد معناه كده ايه؟ ان احنا خدنا، طبعا تقدر تعمل الكلام ده، تقدر مثلا تاخد محور اكس هنا كده ومحور واي كده، فالليمدا اكس هتضل بواحد والليمدا واي بصفر، والليمدا واي الليمدا اكس هنا تبقى بصفر والواي بواحد. او خلينا نقول هو اتجاهه كده، خدت المحاور هنا ولكن اتجاهه من تحت لفوق، فمعنى كده هيبقى ده النير وده الفار، فالنير والفار الاكس بتاعهم بصفار يعني زي بعض. او خلينا نقول لو خدنا هنا يبقى 5 ف5 ناقص 5 بصفر، واللمدا واي ده هيبقى ماينس 4 وده صفر، فتقول صفر ماينس ماينس 4 فيطلع 4. فطبعا طرق كتير قوي ومش هتفرق معاك اذا كان واحد ولا ناقص واحد، ان هيتربع لمدا واي تربيع بواحد. طيب جبنا الكي، جبنا الأول القيم اللي هنستخدمها في الترمز اي على ال و12 اي على ال تكعيب و6 اي على ال تربيع و4 و2 اي على ال، وبعدين عوضنا في الترمز اللي احنا شفنا قيمها من شوية قلنا دي موجودة في الشيت، وجبنا الكيتو عشان نجيب الاستيفنس ماتريكس نجمع كي 1 زائد كي 2. وعايز أقول حاجة كمان مهمة، K1 حسب الترقيم انت مرقم هنا النقطة دي فيها horizontal و vertical displacement وكمان rotation، قلت 1 2 3 هبدأ من عند النقاط اللي فيها displacement. النقطة دي pin فعندها نقطة 3 اللي pin فعندها rotation فيبقى 4. دي هنا fixed وهنا مفيش horizontal ولا vertical يبقى 5 و 6، وهنا 7 على horizontal و 8 و 9. الممبر 1 يبدأ منين؟ يبدأ من 7 8 9 ويروح ل 1 2 3. لازم نعمل كده في المتريكس 7 8 9 1 2 3. المنبر 2 احنا قلنا النير بتاعه تحت والفار هنا، يبقى يبدأ من 4 5 6 يروح ل 1 2 3. برضو الترتيب ده مهم عشان واحنا بنجمع الترمز، يبقى كي 2 قلنا من 4 5 6 4 خمسة ستة خمسة ستة أربعة. ليه بقى؟ لأن لازم كده بقى الأفقي هو اللي خمسة،
فعلا الأفق 5. ليه؟ لأن كان الأربعة قلنا كان فيه روتيشن، فالديسبليسمنت كان معلوم، فده كان 4 وده 5 وده 6، فساعتها أقول 5 لازم أبدأ بالأفق ثم الرأس ثم الروتيشن، 5 6 4، يبقى 5 6 4 ال 1 2 3 ده 2، 5 6 4 ال 1 2 3. طبعا لو في غلط في ده لما نيجي نجمع هيديني غلط. بعدين نجمع الكي، ده الفريم ستيفنس ماتريكس بتساوي كل ممبر ستيفنس ماتريكس زادت، لو كانوا اكتر من 2 كنا جمعناهم كلهم، وكل ترم نجمعه حسب السيلز من كل ماتريكس بحيث 1 1 مع 1 1 لو كان فيه. يعني هنا نشوف كده، هنا هل 1 1 موجود؟ اه 1 1 موجود ب 11.5، وهنا 1 1 موجود ب 840، يبقى 851.5. يبقى لازم اجمع بالطريقه دي، كل ترم اجمع كل القيم بتاعته من كل، لو عندنا اكثر من ماتريكس اجمعها من كل الماتريسيز واحط، وهكذا. طبعا التكست تايم يعني هتاخد وقت شويه في تجميعها عشان تطلع مظبوطه، في الغالب ما بتطلعش مظبوطه، ولكن هو مش ده نهايه يعني المطاف بالنسبه للدكتور، اللي بيصلح بيبقى عايز يشوف الطريقه انت شغال صح ولا لا. طبعا يهمه طبعا الشغل يطلع صح، لو في امتحان هيبقى في اخطاء في الغالب يعني بسيطه لان الوقت يبقى ضيق، لكن لو في هوم وورك او شيء لا، ما احنا هنستخدم دي في حساب النون ديسبليسمنت ثم النون رياكشنز، وبعدين نشيك على نفسنا ان سيجما الاف اكس لازم تساوي صفر، وسيجما الاف واي لازم تساوي صفر، وسيجما المومنت تساوي صفر. يعني مثلا لو خدنا المومنت هنا يساوي صفر، هيدخل المومنت اللي هيطلع هنا، وهيدخل هنا مفيش مومنت، هيدخل المومنت نتيجة الرياكشنز 5 و6، وكمان المومنت ده هيدخل معايا، فأنا عارف المومنت هنا، فلو قلت سيجما يساوي صفر أجيب المومنت هنا كأنه مجهول، وأتأكد إن فعلا طلع نفس اللي إحنا طلعناه. ممكن من طبعا من سيجما الاف اكس سيجما الاف واي تكتشف اي خطا، ترجع تشيك على شغلك ان شاء الله ما يبقاش في خطا. لو كان هوم وورك، لو كان بروجكت، يعني عندك الوقت تراجع فيه وتطلع شغل صح، لكن في الامتحان طبعا في الغالب بيكون الوقت ضيق، فيا اما يديك وقت يا اما يعني هيتجاوز شويه عن الاخطاء.